اجتمع رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخالد مع تيري ريدلرسون رئيس معهد السلام الدولي بحضور وفد مجلسي الشورى والنواب المشارك ضمن فعاليات المركز على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنسختها 74 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وبحث الشيخ خالد مع ريدلرسون خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومعهد السلام الدولي بما يخدم القيم الإنسانية الأسمى والمتمثلة بالتسامح والحرية الدينية وحوار الحضارات والأديان وصولا إلى السلام وخلق بيئة آمنة ومستقرة لكافة شعوب العالم. وتطرق اللقاء إلى تسليط الضوء على أبرز أهداف ومنجزات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي إضافة إلى استعراض ما تمخض عن زياراته لمختلف قارات العالم خلال عامين للترويج للتجربة البحرينية الرائدة في التسامح والتعايش السلمي ونشر صورة مشرقة عن الحريات الدينية التي تتمتع بها البحرين منذ حقب زمنية طويلة. وأكد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة أكد أن مملكة البحرين بفضل قائدها الفذ جلالة الملك المفدى ورؤيته المستنيرة لعالم عادل ومسالم للجميع استطاعت أن تغرد خارج السلم في منطقتها لتكون منبرا حيا للوسطية والانفتاح على جميع الثقافات والأديان مع ضمان حقوق الجميع في حرية التعبد والإيمان بأديان سماوية وغير سماوية. وبين الشيخ خالد أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مستعد لتنفيذ عدة مشاريع فريدة من نوعها لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي على مستوى المنطقة والعالم، وذلك انطلاقا من تاريخ البحرين العريق في هذا المجال واحتضانها لمئات دور العبادة لمختلف المذاهب والطوائف والأديان. وأوضح الشيخ خالد أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يقع على عاتقه في الوقت الحاضر تصدير هذه التجربة البحرينية الرائدة لكافة مناطق العالم خاصة للأقاليم التي تواجه حاليا صراعات دينية ضاربا مثل مدينة القدس التي تعاني لعقود طويلة من الاضطرابات المتفاقمة على أساس الدين. من جهته أبدى تيري ريدلرسون رئيس معهد السلام الدولي ترحيبه بتعزيز التعاون مع مملكة البحرين في مجال نشر قيم التسامح والتعايش السلمي على مستوى المنطقة والعالم، وأكد أن مبادرات جلالة الملك الراقية في مجال تعزيز التعايش السلمي ستبقى خالدة إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن زياراته المتكررة لمملكة البحرين جعلته يدرك القيمة الحقيقية لإنجازات البحرين في مجال تعزيز الحريات الدينية والتسامح بين جميع بني البشر على اختلاف مذاهبهم وأعراقهم وتبني مواقف وسطية على الدوام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. كما رحب ريدلرسون بتعاون معهد السلام الدولي مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بمختلف مبادراته الفريدة والإنسانية بالدرجة الأولى لقدرتها على تحقيق ما لم تتمكن الجهود السياسية من تحقيقه في خلق وعي حقيقي في المجتمعات.